انا هستنى بس اما الحروف تحمر شويه وبعدين ابدا اشيله من الجناب. اهم حاجه العرايس الجداد، انتوا اكتر ناس هتستفيدوا من النصايح دي. الطاسات الجديده او الحلل الجديده، قطنه زي ما شفتوا انا عملت ايه بالمنديل ومسحت ازاي قبل استخدامك. دلوقتي هتستخدميها، غسلتيها ونشفتيها، قطنه اسفه منديل في الزيت وامسحها كده وبعدين استخدمها. حطي بقى الزيت، حطي السمنه، حطي اللي انت عايزاه، المهم عشان تحافظي عليها. بلاش بقى ايه نجرحها، بلاش بقى الحاجات اللي هي دي. حبيبه قلبي ام جوزيف، سلام عليكم. عليكم السلام يا ست الكل، ازيك؟ شوف عظيم. الحمد لله يا حبيبه قلبي. عامله ايه؟ ربنا يخليك. مش ناسياكي ولا ناسيه الكشك الصعيدي، يمكن بكره اعملهولك. ما يهمكيش يا عمر، انا ما اقدرش انساكي. بتعملي جديد يا حبيبه قلبي. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا ام جوزيف، ما تحرمش مني. النهارده تحفه، ربنا يخليكي حبيبتي. انا بص هطلب منك طلب. اموري التعزيه لمدام سمير يا حبيبتي في وفاه جوز بنتها. تسلمي ويسلم ذوقك. امين امين يا رب. امين. بصي يا عمري، انا بعمله بس كل ما اعمله بيطلع معايا طري، لما ما بينشفش منه زي بتاع بره. اه، ما عشان بتاع بره ما فيهوش بيض اولا، ما بيحطلوش زبده، هو بيبقى دقيق وميه وملح بس. اه ده اللي وبعدين خدي بالك، دقيق البره عنده الجهاز اللي هو بيفرده بالخشبه، لو تشوفيه ليه كده فرده بيبقى رقيق قوي، علشان اولا هو يبقى فيه نسبه ربح، ثانيا يبقى ناشف. علشان لما يحط الحشوات يعني يبقى كانه زي العيش التورتيه ده. بيعجب الولاد ويقول لك كل شويه اعملي لنا الناشف، اعملي لنا الناشف. طيب خلاص ماشي، انا هوريكي اللي انا عاملاه، ولو انت عايزه تنشفيه شويه حطيه شويه على صاج جوه الفرن 5 دقائق. هينشف منه ويبقى مقرمش. ايوه هم عايزينه كده. حاضر. بس نفس الطريقه دي بنفس الرق ده، بصي هحطه كده على صاج واروح حطاه على الفرن كده تحت، يا دوب مش تحت شوايه. طب طيب يا شيف عظيم، ندهن الصاج ولا نخليه؟ انت حطيه على ورق زبده، على ورق زبده يا ام جوزيف. طيب يا حبيبتي بس كده. تأمري يا حبيبتي، تأمري. الامر لوحدي يا حبيبتي. تسلمي، نورتيني. عليكم السلام يا حبيبتي، مع السلامه. طبعا البيض اللي احنا بنحطه، بنحط لبن. تعالوا كده جربوا اعملوه انتوا بالميه وهتلاقوه مختلف تماما، حتى الطعم هيختلف. انا بس عايزه اقلب، دي لسه طريه، فمش هنا واحده اتحمرت تقريبا، العين عندي شغاله ناحيه وناحيه. برضو دي من الحاجات اللي لازم تبقوا عارفينها، طاسه مخصصه الحاجات دي، بلاش بقى نلعب فيها في حته ثانيه. حلو ده، حلو ده، ليه روعه، ماله، ممتاز. وده وارد في كل بيت على فكره، يبقى عندنا واحد الفرن بتاعه الشوايه مثلا حاميه، الشوايه اقل يعني. بس هو بصي ده، بصي حتى هنا الحروف بدا يبقى ناشف ازاي يا ام جوزيف، يعني هيقرمش. فانت لو مجرد ما حطيتيه بس ياخدوا الفايده، ياخدوا الفايده من البيض وياخدوا الفايده من اللبن، لان انا عامله زي المحلات بره. طب ايه الفرق بيني وبينهم؟ فاهمه قصدي ازاي؟ انا قلبت دي اهي، بصوا، وادي حشوة الخضار، حطيت ملح وفلفل، رشة بهارات، رشة قرفة، عندي كمان بقى بقيته خلاص الزعتر، كمان رشة حلوة كده للخضار، رشة زعتر جميلة، ورشة روزماري اهو، وهنحشي. واحنا عندنا بشاميل ظريف، خلينا نقول الصلصة. عارفين صلصة البيتزا؟ انا قلتها كذا مرة. حاجزين 3 من عينيا، في هنا حاجز كام؟ كل واحد حاجز يقول من عينيا الاثنين. طيب هنا كده هاخد بقى حشوة الفراخ كده جنبي، هطلع الواحدة الأخيرة دي، هوري حضراتكم كده. أنا هاخد الطبق ده، بسم الله، هحشي منه مثلا، خليني أشوف دي كده، دي لسه شوية، خليها 5 كده تنشف. هاخد مثلا هنا حشوة، خليني بقى أشيل المعالق الخشبية دي، وبعدين ناخد ملعقتين كده لطاف، شويه من الحشو ده. في عندي طريقتين، دي طريقه كده لطيفه، وبعدين ممكن اخد شويه من الموتزاريلا كده هنا جوه، وبعدين هاخد البشاميل. البشاميل كده اخد معلقه صغيره منه. شرقت بس كده. وبعدين بصوا، في ناس بتحب تعمله كده جنب واحد، وبعدين تاخده كده زي الرول كده، رول. دي طريقة
في ناس بتحبه كده. بس احنا تحت هنحط شويه من صوص البشاميل ده، شويه كده تحت في الايه، في البايركس هنا، واحط على وشه بس حاجه ينزل عليها الصوص بتاع البيتزا. بصوا بقى دي خلاص، ودي واحده تانيه اهي كده، دي واحده تانيه اهي. ممكن اعملها ازاي؟ ممكن اعمل دي ب شويه هنا كده من غير بقى الميه دي، خاصه مش عايزه الميه دي عشان ما يطراش. خلاص بيبقى ناشف خالص على الجريل. انتوا عايزين تعملوه اعملوه بقى في طاسه تانيه على الجريل. هاخده كده، حاضر، مش هشوف بس عايزه اشوف زيكم بيقولوا لي ما تقربيش قوي يعني. حاضر حاضر كده كده. ايه شايفين؟ طيب قولوا لي انتوا. خلاص خليني اجيب الطبق ده. لا عادي هشيلها يعني، يا سلام. طبعا هنقلبها ناحية التانية كده اهي، مش هتقول لا. وادي طبق، خليني، حاضر حاضر والله هظبطه، بس هظبطه واحد مفتوح كده واحد كده. خلاص دي طريقة. ممكن اخد واحدة تانية من اللي بالخضار، خليني اخد من هنا شوية بقى حلوين بالبسلة والفلفل الالوان والمشروم كده لطيف ده. وبعدين هنحط على الوش بقى شوية بشاميل. خليني اقفله من الناحية دي احسن كده. رول كده اهو، وخلي دول نعملهم بالحلو. عايزة اعمل واحدة باللي بالشوكولاتة. خليني اجيب الطاسة اسخنها تاني. هاخد كده، خلي ده بعيد خلاص.